بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب الملخص الفقهي من الفقه الإسلامي للدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 63. بسم الله الرحمن الرحيم. وجوب صوم رمضان ومتى يجب وعلى من يجب. الحمد لله الذي جعل صوم شهر رمضان أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام. الصلاة والسلام على خير الأنام نبينا محمد وعلى آله وصحبه البررة الكرام. أيها المستمع الكريم، إن صوم شهر رمضان ركن من أركان الإسلام وفرض من فروض الله، معلوم من الدين بالضرورة، ويدل عليه الكتاب والسنة والإجماع. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، إلى قوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، ومن شهد منكم الشهر فليصمه الآية. ومعنى كتب فرض. قال تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. قوله تعالى: كتب عليكم الصيام، وقوله: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، الآيتان تدلان على وجوب الصيام وتحتمه، وأنه مفروض وأنه مكتوب ومأمور به. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، وذكر منها صوم رمضان. والأحاديث في الدلالة على فرضيته وفضله كثيرة مشهورة، وأجمع المسلمون على وجوب صومه، وأن من أنكره كفر. والحكمة في شرعية الصيام أن فيه تزكية للنفس وتطهيرا وتنقية لها من الأخلاق الرديئة والأخلاق الرذيلة، لأنه يضيق مجاري الشيطان في بدن الإنسان، لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فإذا أكل أو شرب انبسطت نفسه للشهوات وضعفت إرادتها وقلت رغبتها في العبادات. والصوم على العكس من ذلك، وفي الصوم تزهيد في الدنيا وشهواتها وترغيب في الآخرة وخيراتها، وفيه باعث على العطف على المساكين وإحساس بآلامهم لما يذوقه الصائم من ألم الجوع والعطش، لأن الصوم في الشرع هو الإمساك بنية عن أشياء مخصوصة من أكل وشرب وجماع وغير ذلك مما ورد به الشرع، ويتبع ذلك الإمساك عن الرفث والفسوق. ويبتدئ وجوب الصوم اليومي بطلوع الفجر الثاني، وهو البياض المعترض في الأفق، وينتهي بغروب الشمس. قال الله تعالى: الآن باشروهن، يعني الزوجات، وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. ومعنى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، أي يتضح بياض النهار من سواد الليل. ويبدأ وجوب صوم شهر رمضان إذا علم دخوله. وللعلم بدخوله ثلاث طرق: طريقة الأولى رؤية هلاله. قال الله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته. من رأى الهلال بنفسه وجب عليه الصوم. طريقة الثانية الشهادة على الرؤية أو الإخبار عنها، فيصام برؤيتي أو خبر عدل مكلف، لما روى ابن عمر رضي الله عنه قال: ترى الناس الهلال، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته، فصام وأمر الناس بصيامه. رواه أبو داود وغيره، وصححه ابن حبان والحاكم. طريقة الثالثة إكمال عدة شهر رمضان 30 يوما، وذلك حينما لا يرى الهلال ليلة 30 من شعبان، مع عدم وجود ما يمنع الرؤية من غيم أو قتر، أو مع وجود شيء من ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الشهر 29 يوما، فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه،
فإن غم عليكم فاقدروا له، ومعنى اقدروا له أي أتموا شهر شعبان 30 يوما، لما ثبت في حديث أبي هريرة فإن غم عليكم فعدوا 30، وفي رواية فأكملوا عدة شعبان 30. أيها المستمع الكريم، ويلزم صوم رمضان كل مسلم مكلف قادر، فلا يجب على كافر ولا يصح منه. فإن تاب في أثناء شهر الصوم صام باقي الشهر ولا يلزمه قضاء ما سبق حال الكفر، ولا يجب الصوم على صغير، لكن يصح الصوم من صغير مميز ويكون في حقه نافلة، وينبغي لوليه أمره به إذا كان لا يشق عليه. ولا يجب الصوم على مجنون، ولو صام حال جنونه لم يصح منه لعدم النية. ولا يجب الصوم على مريض يعجز عنه، ولا على مسافر، ويقضيانه حال زوال عذر المرض والسفر. قال تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. الخطاب بإيجاب الصيام يشمل المقيم والمسافر والصحيح والمريض والطاهر والحائض والنفساء والمغمى عليه، فإن هؤلاء كلهم يجب عليهم الصوم في ذممهم، بحيث إنهم يخاطبون بالصوم ليعتقدوا وجوبه في ذممهم والعزم على فعله إما أداء وإما قضاء. منهم من يخاطب بالفعل في نفس الشهر أداء وهو الصحيح المقيم إلا الحائض والنفساء، ومنهم من يخاطب بالقضاء فقط وهو الحائض والنفساء والمريض الذي لا يقدر على أداء الصوم ويقدر عليه قضاء، ومنهم من يخير بين الأمرين وهو المسافر والمريض اللذين يمكنهما الصوم بمشقة شديدة من غير خوف التلف. أيها المستمع الكريم، ومن أفطر لعذر ثم زال عذره في أثناء نهار الصيام، كالمسافر يقدم من سفره في أثناء النهار والحائض والنفساء تطهران، وكذا إذا أسلم الكافر في أثناء النهار، والمجنون إذا أفاق من جنونه، والصغير يبلغ، فإن كل من هؤلاء يلزمه الإمساك بقية اليوم ويقضيه بعد الشهر. وكذا إذا قامت البينة بدخول الشهر في أثناء النهار، فإن المسلمين يمسكون بقية اليوم ويقضونه بعد رمضان. هذا، وأسأل الله لنا جميعا التوفيق للعلم النافع والعمل الصالح والإخلاص لوجهه الكريم، وإلى الحلقة القادمة إن شاء الله، صلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.